مليار و 120 مليون على واحد الشركه. ما كنت بغينا نديرو ديك المعارضه تاع صخر ولا ما نقولوش لهم نقصوا لاننا خصني في مكان انا نتحقق. ما غاديش نعرف ما غاديش ناخذو يدينا هاد المسائل هادو غادي نتبعوهم الى حد الى اقصى حد وغادي نبقاو تنديروا الدور ديالنا وغادي نرسلوا السلطات الوصيه وحنا يدنا ممدوده حنا في المعارضه والدور ديالنا هو تصويب الامور اللي تتبع لينا ما غاديش في المنحه اللي تقدروا السكينه. كان في الحقيقه كان لقاء شيق كان في واحد المجموعه ديال واحد المجموعه ديال المعطيات اللي دلينا بها الصحافه المحليه والوطنيه بخصوص الخروقات بخصوص طريقه تسيير الخروقات اللي كترتكب والتجاوزات اللي لاحظناها على مر هاد العامين هذه، كما كان واحد المجموعه ديال الاسئله اللي جاوبنا عليها اللي عطانا فيها واحد المجموعه ديال المعلومات الدقيقه اللي خديناها من 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 مصدر الخبر، وحنا في اطار الدراسه ديال هذه المعلومات هادو باش نشوفوا شنو هما الاجراءات اللي غادي ان شاء الله نتخذوهم في المستقبل. اذا كان احنا على اي احنا العمل ديالنا تيلزم علينا باش نمشيو الى ابعد حد لمحاربه التجاوزات ولا الخروقات اللي كاينين، الى لاحظنا بان هاد المعطيات هادو تلزم علينا وتستحق باش نمشيو للقضاء راه ما غاديش كيما مشينا للقضاء قبل راه غادي نمشي وحده المهمه ديالنا تنديروها بكل شفافيه وبكل مسؤوليه وبكل جراه وبكل شجاعه، والهدف ديالنا من هاد الشيء ماشي هو نديروا عراقيل لشي واحد، ولكن حنا الهدف ديالنا هو تصويب الامور والهدف ديالنا هو الفريق اللي تيسير يلتزم ويعرف بان راه كاين واحد المكون في الواجهه الاخرى اللي حريص على التدبير اللي حريص على 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 الاسس لي بون براتيك دو جيستيون في الشان العام. هو مؤكد هو ان السيد الرئيس لا يحضر للدورات ونحن نسجلها في بدايه كل دوره في كل اجتماع نسجل نقطه نظام ونحثه على 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 الحضور لاننا نعتبر حنا تنعتبروا بان راه ما يمكنش شي سفينه تكون غاديه بلا 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 ربان. هاد التارودانت ولات سفينه غاديه بلا ربان، ما تنعرفوش اليوم حنا شكون اللي تيسير، ما تنعرفوش مع من نتواصلوا، تنعطينا واحد المجموعه ديال الاسئله رسميه اللي على 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 التدبير ودرناها في على حساب القواعد ديال القانون 13/14 اللي تضمن لنا الحق باش نعطيو اسئله كتابيه. انا شخصيا اعطيت تقريبا حطيت واحد ما يناهز 30 سؤال وما توصل هنا تيبين لي بان ما كاينش رئيس. هادو معطيات واش كاين ولا ما كاين ما نقدرش نقول لك، ولكن هاد المعطيات تنجمعهم انا وتنقول راه الرئيس غائب ما عندنا ما تنشوفوش فيزيكمون في الدورات ولا يتفاعل مع الطلبات ديالنا والاسئله ديالنا. بالنسبه لي انا ما كاينش كوين ديال المعارضه في المجلس الجامعي لمدينه تارودانت. ضمنا واحد الندوه صحفيه اعلاميه اخباريه اللي كانت تواصلوا من خلالها مع الساكنه ديال مدينه تارودانت، واللي وضحنا من خلالها واحد العدد ديال الامور اللي مختصه ولا اللي كتدخل في تدبير الشان المحلي. يعني العنوان ديال هذه الندوه هو سنتين من التدبير الى اين؟ هذا السؤال كان وجهه لمكونات المجلس كامل بما فيهم المكتب الرئيس اللجان اعضاء اغلبيه ومعارضه. يعني سنتين خصنا لابد نديروا واحد الوقفه ونديروا واحد القراءه بيننا وبين روسنا فين غاديين اشنو درنا وفين غاديين وفين وصلنا. هذا السؤال ما يمكنش يتجاوب عليه في غياب برنامج العمل، لان برنامج العمل هو الطابلو دو بور ديال الجماعه. دونك ما عندناش غياب ما عندناش برنامج عمل، وثانيا غياب الرئيس ما عندناش برنامج عمل ما عندناش طابلو دو بو ما عندناش السائق. دونك كيفاش غادي نتمشاو بهاد السفينه في غياب هاد جوج المكونات اللي هما اساسيه واللي هما اللي كيوروك شق الطريق فين غادي وتيعطوك التقييم اش درتي وفين وصلتي. دونك في غياب هاد الامور صعيب انك تشتغل في اطار العشوائيه. فمثلا في هاد الفتره ديال عامين نعطيكم واحد النبذه على الميزانيه ديال الجماعه. 2022 كانت المقترح 67 مليون ديال الدرهم باش ندخلوها في 2022، ولكن كنا حنا ضد هذا المقترح
وقلنا بانه ما يمكنش، لان كنعرفوا حنا المدينه ديالنا وكنعرفوا المؤهلات ديالها والمداخيل ديالها، قلنا ما يمكنش دخلوا هذا المبلغ راه صعيب. كان الرفض ديال المقترح ديالنا كمعارضه، ودات ديك 67 مليون ديال الدرهم اللي دخلت من خلالها الجماعه في فبراير 2023 في الدوره ديال فبراير، دخلت منها 61 مليون ديال الدرهم. هاد 61 مليون ديال الدرهم يعني كاين عجز ديال 6 مليون ديال الدرهم، كتعطينا واحد المصاريف ديال 63 مليون ديال الدرهم. دونك ها عجز على عجز. هذاك العجز الغريب في الامر والخطير هو ان هذا العجز بين 61 مليون 63 مليون ديال الدرهم، هذا العجز تم تغطيته من الادخار اللي كان في 2021. واحد الادخار ديال 300 وشي حاجه ديال المليون، هذيك 111 مليون هزيناها من هذاك الادخار باش نغطيو الحجز ديال 2022. فبالتالي هذه واحد القراءه ماليه غاديه بالجماعه الى الهاويه. هذا الشيء في هذا العجز وفي هذه الظروف كتجي الجماعه وكتدبر بي عن طريق لي بوند كوموند، يعني واحد 45 في 11 شي 56 بوند كوموند في 22 23 سنة 2022 56 55 بوند كوموند تقريبا 54 في 11 55 بوند كوموند. في لوكوتي الاخرى ديال الصفقات كدير لنا 18 في 12 16 في 12 يعني 28 صفقة، 28 صفقة مقابل كدا 50. هنايا كندقوا ناقص الخطر. لي بوند كوموند تداروا لشي حاجة استعجالية، ماشي انهم نديروهم قاعده. فبالتالي هاد لي بوند كوموند نزيدكم بانهم كيهموا شي امور اللي لا وقع عليها على ارض الواقع. هذا هو حنا في الندوه فصلنا في هاد الامور وعطينا المعطيات اللي كنتمنوا من خلالكم انها توصل للساكنه وتوصل كذلك للرئيس، لان كما قالت احدى المستشارات معنا بان قوة التليفونات على الرئيس لربما حتى ما تعرف شنو غيشد، ولكن هذا لا يعفي من تحمل المسؤوليه لما آلت اليه الظروف في مدينه تارودن. فانا يعني اوجه رساله الى السيد الرئيس من هذا المنبر، السيد الرئيس انت مسؤول على هذا الوضع اللي وصلت له مدينه تارودنت، لا من عشوائيه ولا من فوضى ولا من جميع القطاعات. الثقافه راه تحددت فيها الاخت وعطات فيها ما يفيد، الجانب الرياضي الجانب. فبالتالي كنت تاتي في الانتخابات وكدير حملات انتخابيه وكتجلس وكتزاوغ بان بغيتي معشوقتك كما سميتيها، معشوقتك جات بين يديك وزقلتيها، علاش ما كنتيش قد ما تدخلش هذيك المسؤوليه؟ ولكن حذاري، تارودنت مدينه عريقه، ما غاديش تدوز الامور بسلام، ما غاديش نخلو الامور تدوز بسلام، لا من ناحيه التدبير المالي ولا الاداري ولا من ناحيه الديمقراطيه اللي مفقوده داخل جماعه وزير العدل. وشكرا.